السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، انا سالم من جديد معكم يا ابو محمد مقرات وي نو كونكر. واخيرا يا جماعه نزل سلاح الاي اس فيل ايبك وهنقدر نجيبه عن طريق السيزونال. وطبعا اسم المهمه او الايفنت مانستر شوتي ده هيقعد 27 يوم ان شاء الله. فهنشرح المهمات ازاي. اول حاجه لازم تلعب 5 ماتشات ملتي بلاير، لما تدوس جو هو هيبعتك على طول اذا كانت رانك او عادي مفرقتش يا جماعه، خلي بالكم. بنرجع تاني ورا عشان نقدر نكمل باقي المهمات. تاني حاجه بتقتل 15 عدو عن طريق الشوت جن. بنخش على اللود اوت، بنخش على الملتي بلاير، بندوس هنا شوت جن، وادي الشوت جنات الموجوده. حلو الكلام. شوف بقى انت تلعب باي شوت جن بس تقتل 15 واحد. اللي بعده تقتل 25 شوت جن، في اضافات اللي هو بسلاح خرطوش، يعني في 5 اضافات. حلو الكلام. يعني مثلا منظار مش عارف او بص كده دوت اوت اهو برضو عشان برضو ايه تبقوا عارفين الحاجه قدامكم. مثلا لو قلنا نختار مثلا ايه جن سميث 5 اضافات. حلو الكلام. نعمل له ابجريد مش مشكله برضو ما يضرش. مثلا اهو عندك بدوس هنا 5 اضافات الموجودين، مثلا دوس كده اكويب بس. حلو الكلام. وتقدر تكمل المهمه تقدر 25 عدو. طب اللي بعديها ايه هي؟ اللي بعديها تقتل 25 عدو عن طريق سلاح الاسترايكر مضاف عليه 5 اضافات. طب ايه هو سلاح الاسترايكر ده؟ اللي هو برضه سلاح الشوت جن. ادوس على ملتي بلاير شوت جن سلاح الاسترايكر جان سميث، وكمان عندك اهو الخمس اضافات تمام، وتقتل بيه 25 عدو. نرجع تاني للمهمه ونشوف ايه اللي بعديها. انا بشرح لكم كل حاجه بالظبط اهو. بيقول لك ايه ده 25 عدو مع هارد لاين كويك فيكس، اند يبقى هنختار في هارد لاين كويك فيكس وايجل بيرك اللي هو البركات دي كلها. هارد لاين كويك فيكس اند ايجل او اجلي هارد لاين وكويك فيكس. ماشي. اول حاجه نختار اهو تقريبا كويك فيكس عليه هنا اهو كويك فيكس بس لابسها وهارد لاين. ادي الهارد لاين. حلو الكلام. بعد كده تقدر تكمل المهمه وتلعب بالسترايكر عادي وتقتل كم عدو كان طلبه، كان تضرب 25 عدو. طب اللي بعديها تقتل 30 عدو بسلاح الار 90. ده سلاح يا جماعة بيجي عن طريق ليفل 21 في البيتل باس مجاني على فكرة اهو السلاح ده. حلو الكلام. هتقتل بيه 30 عدو. هتخش بعديها في المهمة اللي بعديها وان انت تقتل تفوز 3 ماتشات وانت لابس سلاح الار 9 مع يكون فيه اللي هو دراجون كيمو اللي هو سكن، اي سكن من سكنات الدراجون. حلو الكلام. يعني مثلا لو دخلنا هنا بس طبعا عشان معيش السلاح هنا لازم اجيبه. فبنخش على سكنات يا جماعه، بسكنات في اختيارات مثلا هو دراجون مثلا لو هنا، او نقدر يعني اوريكم مثلا حاجه كده بس جان سميث كيمو دراجون هو ده. اي سكن من سكنات الدراجون يا جماعه تمام تكون يعني ايه تلبسها بمعنى اصح، يعني يكون معاه يعني يكون لابس سكن دراجون فاهمني، يعني تقعد تلعب بيه ماتشات لحد بتجيب اي سكن من سكنات الدراجون ده وتلبسها بعد كده تكمل الماتشات عادي. ادي يا جماعه شرح الحدث بسيط جدا مش محتاج اي حاجه. وتقدر بعديها تكسب سلاح عفوا الاي اس فيل بولينيتور زي ما انتم شايفين ده شبه خليه النحل ده بصراحه. اسكن حلو مش وحش، اتمنى تجيبوه باذن الله تعالى. هشرح لكم المهمات اول باول مفيش اي مشاكل. اهم حاجه تركزوا يا جماعه ان انتوا تخلصوا المهمات دي عشان تقدروا تجيبوا انفيرس باتش عشان نقدر نحولها في احتفاليه كول اوف ديوتي موبايل الثانيه ان شاء الله تعالى. كمان عندك هنا في اضافه اللي هو دايلي، سيبك من دايلي دي سكن الجديد بتاع المونستري سكن اللي هو السكن المميز ديه جاز فور وورد تابلمنت
حلو يعني سكنات بصراحة بيتطوروا بشكل كبير، ان شاء الله ينزل كمان سيزون جديد اللي هو خاص بالزومبي. عندك كمان هنا في سكن تاني، لا سيبك من الكوميكس، بلاك اوت السكن ده لو انتوا عايزينه اللي هو تينجو، تينجو ريبر. فشوف انتوا عايزين ايه، تقدروا تجيبوها مش عايزينها براحتكم يعني، انا نفسي اجيب كل السكنات باذن الله تعالى. كان معكم يا محمد من قناة وينو كونكر، ما تنساش دعمنا المستمر، هتمنى منيكم ان تكونوا فهمتوا الليلة كلها، لو في اي مشاكل اي حاجة انا معاكم باذن الله تعالى، وان شاء الله هحسن من الشرح بتاعي، انا عارف ممكن اكون بنجز في الشرح عشان ما اقدرش اطول عليكم. الى اللقاء، اشوفكم على خير، سلام.